السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأصدقاء بيسأل إن هو عايز يعمل أول ما يقول له نيو يلاقي هنا التمبليت بتاع إلكتريكال. فواحدة واحدة كده نفهم القصة إيه. أول حاجة نيو بختار تمبليت من هنا أو من هنا، يعني لو أنا اخترته من براوز مش هيفرق خالص، لو أنا جيت هنا واخترت إلكتريكال فخلاص هو أوكي، خلاص انضاف لي القايمة للمرة دي بس. يعني لو قلت له بعد كده نيو مش هتلاقيها موجودة. أضيفه إزاي؟ أروح أقول له من فايل اوبشن، واجي هنا على الفايل لوكيشن الامبريال اللي مش عايزهم، نخش بقى على المتريك هقول له اد، واروح مختار الالكتريكال. تقدر تضيف اي حاجه انت عايزها. ثانيا لما تلاقي كلمه سيستم دي معناه ان ده هتلاقي فيه ميكانيكال والكتريكال، يعني تقدر تشتغل لو انت مهندس كهرباء او بتعمل موديل كهرباء تقدر تشتغل على السيستم بدون اي مشاكل خالص، بيكون في الاعداد بتاعت الالكتريكال والاعداد بتاعت الميكانيكال. دلوقتي بقى لو جيت هنا وقلت له نيو هتلاقي ظهر عندك الالكتريكال ديفولت زي ما انت شايف. تقدر تقول له كرييت نيو بروجكت، يبقى انت كده هتبدا مشروع جديد، او بروجكت تمبليت، يبقى انت هتدخل تظبط الاعدادات اللي موجوده في التمبليت وتسيفه كتمبليت ار تي اي، انما البروجكت بيبقى ار في تي.